السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. درسنا لهذا اليوم التعبير الكتابي أسرتي وأقاربي، التعبير عن أسرتي وأقاربي. هنا عندنا منطينا خمسة نقاط مو بالتسلسل الصحيح. شلون نكتب التعبير؟ نكتب النقاط حسب التسلسل بس بدون من رقم، يعني بدون نقاط، نكتبه بالدفتر. هنا عندنا اولا اعيش مع ابي وامي واخوتي وجدي وجدتي. نروح للنقطه الثانيه، اطيع امي وابي واساعد اخوتي واقدم الهدايا لجدي وجدتي. ثالثا، افرح عندما ازور اعمامي واخوالي والعب مع اولادهم. رابعا، اشاركهم بالافراح واواسيهم بالاحزان. النقطه الخامسه، كلنا نعمل باخلاص ونبني مدينتنا لنعمر وطننا. يعني هنا نكتبه بالدفتر، نكتب بالتسلسل بس بدون نقاط، بدون من رقم. عندنا نكتب أعيش مع أبي وأمي وأخوتي وجدي وجدتي، نكتب هنا أول نقطة، أعيش مع أبي وأمي وأخوتي وجدي وجدتي. هذه أول نقطة، أعيش مع أبي وأمي وأخوتي وجدي وجدتي. ونروح للنقطة الثانية، أطيع أمي وأبي، أطيع أمي وأبي وأساعد أخوتي وأقدم الهدايا لجدي وجدتي، لجدتي وجدي. عندنا النقطة الثالثة، أفرح عندما أزور أعمامي وأخوالي وألعب مع أولادهم. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، أشاركهم بالأفراح. شاركهم بالأفراح وأواسيهم بالأحزان. وأواسيهم بالأحزان، بالأحزان. النقطة الخامسة، كلنا نعمل بإخلاص ونبني مدينتنا لنعمر وطننا. هنا انتهى التعبير. هنا سوينا بالتسلسل بدون نقاط، وهذا هو التعبير الكتابي. وإلى هنا انتهى الدرس، ومع السلامة.